بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. يقول: هل من نصيحة للمتحمسين للعمليات الانتحارية؟ هذه العمليات كما سماها صاحبها هي انتحارية، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل النفس، وبين أن من قتل نفسه بشيء فلا يزال يقتل نفسه يوم القيامة به ويعذب به. من قتل نفسه بسم فهو لا يزال يتحسى السم، ومن قتل نفسه بحديدة فلا يزال يقتل نفسه بحديدة يعذب به يوم القيامة، ومن قتل نفسه بعبوة متفجرة لا يزال يعذبه ربه سبحانه وتعالى بتلك العبوة المتفجرة، يفجر نفسه ويعذبها كما قتل نفسه في الدنيا بغير حق، وهذا لا يجوز، مع ما في هذا الفعل من المفاسد العظيمة للخاصة والعامة. قد يقول قائل: هؤلاء أرادوا قتل الكفار أو أرادوا كذلك الإصلاح، فيقال: وهل كل ما اشتهاه الإنسان وظن أنه أراده بنية حسنة دل ذلك على أنه عمل حسن؟ الجواب: لا، بل ينبغي أن تعرض الأعمال على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة وعلى وفق ما يفتي العلماء الراسخون في العلم. لست أهلا يا أخي المسلم ويا أيها الشاب المليء بالعاطفة التي ربما هي عاطفة فارغة عن العلم، لست أهل يا أيها الشاب أن تفتي نفسك في مسائل في الطهارة وفي مسائل في الصيام وفي مسائل في الطلاق وغيرها من أحكام الشرع، فأنت تعرف قدر نفسك وتضطر أن تسأل أهل العلم الراسخين، تسألهم عن الطهارة ودخول الخلاء، تسألهم عن أحكام في الصلاة إذا وقع لك سهو أو وقع خطأ، تسألهم عن أحكام الطلاق، معترف بأنك جاهل ومقصر ولست أهل في هذا الباب، فكيف يجوز لك أن تفتي نفسك في دماء وشيء يتعلق بالأمن وأمور عظيمة مثل هذه وتهمش هؤلاء العلماء الراسخين في العلم وتترك ما يفتون به من تحريم هذه الأفعال، وأنها أفعال الخوارج وأنها أفعال محرمة غير جائزة وأن فيها من المفاسد للعامة والخاصة الشيء الكثير؟ فينبغي عليك أن تتعقل وأن تعلم أن من يغذيك بهذه الفتاوى فهو من المفسدين وممن يريد لك الشر، وإلا فلماذا هذا المفتي الذي يفتي بهذه الفتوى لا يتقرب إلى ربه بفعل هذا لنفسه؟ اسأله، بدلا من أن تفتي هؤلاء الشباب لماذا لا تفعل أنت هذا؟ سبحان الله، كيف يرضون لأبناء المسلمين بهذا الشر، مع أنه والله لا يجوز لا له ولا لغيره، لكن لأجل أن تعلموا أنه يوجد في صفوف المسلمين من هؤلاء الذين يستغلون عواطف هؤلاء الشباب فيما يدفعونهم إلى الفساد والإفساد. ثم بعد ذلك يقال: هذه الأعمال في الحقيقة مفاسدها أعظم من مصالحها، وهي محرمة ومع ذلك فيها مفاسد أكثر وأكثر يزداد بذلك حرمتها. كم من المسلمين الذين قتلوا وكم من الأموال التي كذلك أضيعت بسبب هذه الأفعال؟ هل هذا شيء يرضى عنه الشرع؟ النبي عليه الصلاة والسلام حذر من القتل عموما والنفس ونفس المسلم على وجه الخصوص،
وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة لا يزال في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما. هذا الدم الحرام ولو كان دم كافر، حتى ولو كان كافرا لا يجوز لك أن تقتله وهو حرام الدم. وممن هو حرام الدم من الكفار الذمي الذي يدفع الجزية للمسلمين، ومن هؤلاء المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد كحال أكثر الكفار في الدنيا اليوم، فإن بين المسلمين وبين الكفار في هذا الزمان عهود ينبغي ألا تنقض وألا كذلك تسقط ما دام الكفار يقومون بمقتضاها والمسلمون يقومون بمقتضاها، فيجب الوفاء بالعهود. وهذه من أخلاق أهل الإسلام ومن عقيدة أهل الإسلام. وهكذا كذلك المستأمن ولو كان حربيا إذا دخل إلى بلاد الإسلام بأمان ولو بأمان رجل واحد مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة وهي امرأة من المسلمين: لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، يعني حفظنا دم الرجل الذي أدخلتيه بأمان. انظر، حفظ الإسلام أمان رجل كافر حربي قاتل المسلمين وقتل من المسلمين من قتل، لأنه دخل بأمان امرأة مسلمة إلى بلاد الإسلام. فكيف بمن يدخل بإذن ولاة أمور المسلمين وبأمانهم؟ هذا أشد وأولى بالحفظ، فينبغي أن ننتبه لهذا. فليس كل كافر حلال الدم. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن هذه الأفعال في الحقيقة ربما يهيج إليها بعض الكفار، صار بعض الكفار يمد بعض هؤلاء الخوارج أهل دعوة التكفير بأنواع المد المادي والمعنوي الحسي وغير الحسي لإثارة مثل هذا الشغب والفوضى ومثل هذه الأفعال، والمقصود من ذلك إيجاد الذرائع للتسلط على المسلمين. فيقال: انظروا أنتم ما تستطيعون تحفظون الأمن، إذن يتدخل الكفار، ثم تكون الضربات المتوالية بأفعال هؤلاء المتهورين الذين يهيجون. ولا أدل على مثل هذا المعنى ما نراه من حفظ هذه الدول الكافرة لزعماء هذه الدعوات، دعوات التكفير. انظروا أين رؤوس هؤلاء التكفيريين، هم في بريطانيا، هم في بريطانيا. إذا كانت هذه الدول حقيقة هي تريد الانتقام من هؤلاء، فدعاة رؤوس التكفير في بريطانيا. بل لا يخفى عليكم ما جرى في المحاكمات الأخيرة من لبعض رؤوس هؤلاء التكفيريين في تلك البلاد، وكان قد ألقي القبض عليه لقيامه ببعض الأعمال في بلاد المسلمين. انظر الإفساد في بلاد المسلمين ثم يحتمي ببلاد الكفار. فلما حكم عليه بأن يسلم إلى تلك البلاد المسلمة التي أفسد فيها هذا التكفيري وهذا المفسد الذي قتل أو كان متسببا في قتل عدد من المسلمين وغير المسلمين في بلاد الإسلام، لما قضت المحكمة بتسليمه رفعت قضية بأنه لو سلم ربما قتل، فإذا كان كذلك إذن قررت دولة بريطانيا أن تحفظ هذا التكفيري حتى لا يقتل ويحفظ في بريطانيا. هل هذا من يفعلونه لخدمة الإسلام والمسلمين، أو يفعلونه لأجل أن يجعلوا هؤلاء ذرائع يدخلون بها الشغب والإفساد على بلاد المسلمين؟ كل عاقل يعلم ما هو المقصود من مثل هذه الأفعال. فلنحذر ولنعلم أن هذه الطرق وهذا الفكر فكر منحرف وطرق
غير صحيحة، وأنه يجب على المسلمين عامة والشباب خاصة أن يرجعوا إلى العلماء الراسخين في العلم ويتفقهوا في أحكام دينهم عموما وفي هذه المسائل الشرعية على وجه الخصوص. أكتفي بهذا، وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.